سيلين خانوم، انت رح ترجعي على فرنسا؟ ما بعرف، مو مبين لسه لهلأ. يا ولاد، انا وسيلين خانوم اتفقنا مع بعض. طبعا انتو ما بتعرفوا شو اتفقتوا. بابا طلبت انه نجي على اسطنبول مع بعض ونقضي سوا كم يوم، بتتعرف علي وعلى عائلتي وهي قبلت. ايه يعني اذا سيلين خانوم وافقت رح تضل هون معنا دائما. عن جد والله فرحتني، خبر حلو ما هيك امي؟ ايه حلو حبيبتي. لقيته مستحيل اني اخسرها ابدا. لسه لهلا مو معروف شو مخبيت لنا الظروف، وطبعا القرار ما رح يكون بهي السهوله، بس فيني اقول اني كثير حابه انه ابقى هون معكم. بتمنى تقرري تبقي هون سيلين خانوم، نحن ما شفنا بابا مبسوط هيك من زمان. عزيز بيك، رح نحتفل فنجان قهوه بهالخبريه السعيده هي يعني؟ نزار، اكيد الشمبانيا جاهزه. لا تأخذوني، أنا لازم أروح، أمير قدم استقالة وأنا لازم أشوفه هلأ. مجد بيفتح الشمبانيا. راح مع أنه في مشروب، والله غريبة. بعوض الفرق بعدين، أنت لا تشغل بالك. نزار وقف، بدنا ناخد صورة جماعية. نزار تعا. يلا تعا تعا، طبوا على بعض. تعا. طولي بالك أنت، لا أقعد جنب أمك منيح، طولي بالك. توسعنا الصورة؟ امبلا بتوسع. يلا رح صور. هلا هيك صوركم. صوري. رح صور. كمان كاس. جهزوا لي قطي، بدي ضل الليلة هون كمان. خبرنا الريسبشن نزار بيك. صحة وهنا. تاكل من هاي؟ باكلها. قرب. شكرا حبيبي. صحة وهنا. مو طيبة؟ طيبة كتير. منيح. انت شو اسمك؟ عثمان. وانت شو اسمك؟ نزار. كتير حلوة هاي اللي لابسها. عثمان عم يضايقك مو هيك؟ لا بالعكس، عثمان بيك هلا عم بيحاكيني بموضوع مهم. أمك على التليفون. أهلين مدام. عثمان نام ولا لسه؟ لا لسه، قال لي إنه جوعان، نزلنا لتحت وهلا عم ياكل. عن جد عم تحكي؟ لسه ما مل أمل؟ لا ما مل. تعي شوفي، كتير مزاجه رايق. بعد ما يخلص بتطلعي على أوضته رأسا، لأنه صار وقت نومه. أنا ما بتأخر أمل. طبعا، ما تاكلي هم وبنوب، مع السلامة. هذا كتير طيب. مع كاتشاب؟ إيه صار وقت طيب. نومتك هلا مزبوط عثمان؟ يلا نطلع. بتتركني كمل لحالي؟ بس وقت نومي صار هلا وما فيني ضل. وبهالحالة نوم العوافي لك. تصبح على خير نزال. يلا. حط الفاتورة على حساب غرفتي. أمرك نزار بيك. أهلا وسهلا نزار بيك. تسلم وموفق. مفتاح الأوضة لو سمحت. الأوضة مع الأسف محجوزة، في وحدة غيرها. ما لها مشكلة.
أنا متت بالنسبة لإلك بهالأوضة، بس بيجي بلاقيكي فيها اليوم؟ ليش هيك عم بيصير؟ لأنه بينزار قبر الميت من وقت للتاني، يعني عادي من واجبي إني زور القبر. وأنا عم بقول نفس الشيء، بس كأنك طولتي بهالزيارة، ما هيك؟ ليش لحقتني نزار؟ لأنه لازم نحكي. خليك هون رجاء، أنا رح أجي لعندك. تفضل قل لي شو بدك. وقت اجيت اليوم لعنا، لما لقيتيني شو شفتي سيلين؟ واحد خايف. وشو كمان؟ حدا كتير مسكين. وغير هيك؟ انسان ابدا ما في حياة، شخص بس عم يتنفس. وبهالحالة قولي، الواحد اللي هيك مثلي الانتقام منه هلأ مستاهل؟ مانو مستاهل سيلين، يعني تصوري من شان واحد مسكين وجبان انتي عم بتعذبي حالك. طلعي فيني، موضوعي خلص أصلا، بس انتي قيمتي غالية، بتخسري حالك صدقيني. وراح اقول لك انه هلا تراجعي فورا، بكفي سيلين. لا تورطي حالك. ما فهمت. قلك نزار، من اليوم ورايح ما في اي شيء ممكن انه يحرق لي حياتي مثل ما انت عملت. من ساعتها ما في حدا قدر يعيشني الأسى اللي عشت معك فيه. أنا مو خايفة من حدا ولا مضطرة حدا يفهمني بنوب. أنا بعمل اللي بدي إياه، بتمنى ما تتدخل. أنا بس اللي بقرر شو أعمل بحياتي. بتمنى يكون حكي مفهوم. أي إسراء، أنا جاي فورا. أي شي بدك تقوليه بتقوليه بالبيت. هون ليكني. لا يا حياتي، أنت بعيد كتير عن هون، من 4 سنين مو هون. وين عم بكون لكان؟ ما بعرف، الله أعلم. وقتك كله برا البيت ومانك معي. أنت مو قلت إنه رح تشوف أمير؟ وين كنت لهلا؟ أمير إجا على البيت ودور عليك. يعني كل مرة نفس الموضوع؟ على الأوتيل مرة تانية؟ ليش شوفي بالأوتيل؟ كيف يعني شوفي؟ نزار شبك؟ عم أسألك جاوبني. أنت شو عم تطلع تعمل بالأوتيل؟ أكيد في شي مميز هنيك. جاوبني على سؤالي نزار. إيه مزبوط، هو كتير مميز، بيشبه القبور، وأنا هنيك مرتاحة كتير. ليك نزار، حاجة هيك المفروض تتصرف بعقلانية. ليش؟ لأنه حاجتك صياعة هون وهون مثل الأولاد. خلص بكفي بقى، أنت عندك بيت ومرة. كل اللي عم قوله ما عم تسمع منه شيء. بس خلصت بقى. أمرك رح أسكت، بس وعدني وعدني تكون منيح. يسرى، أنا أصلاً مقضي يوم صعب كتير،
لو سمحتي لهونه بكفي. رؤي، كأنه أنا اللي مبسوطة كتير، ما عاد في حجج بعد اليوم، عم تفهم؟ وهلأ وهون بدك توعدني بهالكلام؟ طيب يسرى، بعدين المفروض تعطيني وعد وتلتزم فيه. فكر شوي بمصلحتك. مزبوط، المفروض فكر شوي. حتى عم تذكر شغلة مهمة، من 7 سنين قطعت لك وعد على طاولة المأذون، ما هيك؟ كل شي صار رغم هيك وعد وقطعته، وطول عمري رح أضيع عم بوعدك يسرى. واكتبي على أبري مات بسبب وفائه بوعوده. يا الله، أنا بشو أذنبت؟ أنا عم بغلط بشو يا رب؟ كنت عم استناك. ما بتذكر وعدتك اني اشوفك. نزار، بتحاول على طول تكون مو انت. مظهرك القاسي ولسانك الطويل ما بيكفوا ابدا ليخبوا الطفل البريء اليتيم واللي كله رحمه. كيف لقيت الوضع اليوم؟ لا تشغل بالك بهالقصه، ورح يرجع امير. عم بسالك عن سيلين. سيلين رح تصير زوجتي، شو رأيك بهالشي؟ إذا بقول إنها ما بتلزمك وبدك هالموضوع تنساه، شو بترد علي؟ ما فيني، ما بقدر. بصراحة حبيتها وعشقتها من أول ما شفتها يا نزار، وحتى إذا كرمال عيلتي عم تطلب مني هالطلب ما بيهموني كلهم، مع إنه عيلتي كل شي عندي وأنت بتعرف منيح، بس إذا اضطريت بتخلى عن كل العالم لأنه العشق شي تاني. نزار، العشق أنت أكتر حدا بيعرفه. بعرفه منيح. يا ريت لو قبل 4 سنين ما وقفت بوشك، يا ريت ما رديت علي وحملت حالك ومشيت. في عشاء بتهد كل الدنيا، بس في عشاء بينهدوا مشان يكون غيرهم سعيد. انت هلا شو بدك مني؟ هات لشوف، احكي لي لوين بدك تمشي بهذا الموضوع؟ لاخره طبعا. انا هلا بلشت احس بالحياه، ما حدا بيقدر يوقفني ابدا ولا بشكل. فيك شي اليوم؟ ليش؟ ما بعرف، بس المفروض انه من زمان تكوني بلشت عياط بوشي. ايه بس انا تغيرت هلا، تفتحوا عيوني. وشو اللي فتحهم؟ سيلين. وشو علاقتها بقى؟ شو علاقتها؟ بابا ضل زعلان على أمي فترة طويلة، ما هيك؟ لحد ما تعرف على سيلين وحبها، يعني بعد كل هالصبر قدرت الحياة إنها تعوضه بمرة تانية. بابا هدته الحياة سيلين، وبيوم رح تهديني إياك كمان. بتعرف من زمان ما شفت بابا مبسوط هيك، حتى لما كانت أمي عايشة. بعرف إنه أبوك كان كتير يحب لأمك. اي والله، بس السعادة ما لقاها معها مثل ما لقاها مع سيلين. وهالأغبياء هلا بدهم يخربوا له كل شيء. مين اللي بدهم يخربوه؟
عمتي والكل تخيل بدهم ينبشوا بماضيها للبنت. متخيلين انه عم تركض ورا الثروة والمصاري؟ عن جد اغبياء يا. حاولت كتير اني اشرح لهم وفهمهم بس ما بعرف. انا صار لازم امشي. على فكرة أنت عن جد معلم بخربان البيوت والدنيا. ليش هيك صار فينا مبارح وليش ما قدرت شوفك؟ ليش تخربطت الأمور وما قدرنا نحكي ولا بشيء أنا وياك؟ شو رأيك أنا وياك نعمل قائمة بالمصايب اللي ممكن تعملها بليلة واحدة؟ أنت جاهز؟ أنا جاهز. ابدأ. سيلين وصلت على بيتنا مبارح بالليل. سيلين ما غيرها؟ معقول؟ مرحبا. فوق هيك عزيز هو اللي جابها لعنا. شو هالحكي؟ شلون صار هالشي؟ ما بهمني هالشي. المهم عزيز ناوي يتزوج لسيلين. عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ عن جد. وهالامور هي ما صارت بالصدفه، في مين عم بيخطط؟ بدي افهم على مهلك. شو اللي عم تقوله؟ كيف يعني؟ مو معقول غريبه. هذا اللي صار. فهمني، يعني سيلين قديش رح تتمادى بموضوع الانتقام هاد؟ ما بعرف بس الموضوع ما بنسكت عليه أمير. طبعاً المفروض ما تسكت على هالشي. وعائلة عزيز قرروا ينبشوا بماضي سيلين هلأ. أوه والله إذا بتنكشف علاقتكم هلأ يا نزار بدها تقوم الدنيا وما تعود. ما حدا منهم بيهمني، بس سيلين ما يأذوها بنوب. إذا اليوم عزيز دري إنه سيلين كانت عشيقتي رح يجن، وإذا جن رح يأذيها. ويسرى ما رح تسكت، مشان تحرق قلبي رح تأذي سيلين. لك طيب ليش قاعد؟ روح واشرح للموضوع بقى. مين قال لك انه ما حكيت؟ قلتلها قلتلها هون خطر عليكي، بس هي ما فهمت. شو بدك تعمل؟ بدي حاول انه ما تزبط هاللعبة، وانه سيلين تضل بخير وما حدا يأذيها. شو في غسان؟ من الصبح ونحن عم ندق له لعزيز وما عم يجاوبنا، بتعرف وين ممكن يكون برأيك؟ لا بس اليوم مو في توقيع اتفاقية؟ ايه ولهيك نحن بدنا اياه. الجماعة بدهم عزيز بيك والا ما بيوقعوا شيء. غسان؟ نعم. انت اتصلت بسيلين خانم؟ يا ربي كيف ما خطرت ببالنا؟ انت بتعرفه لرقمها؟ لا، من وين بدي اعرفه؟ اسمع انت ماطل الجماعة شوي وانا جاي فورا وبطريقي بجرب اوصله. طيب انا بانتظارك لا تطول. اهلا وسهلا فيكم. وفيكي. مرحبا. اهلا وسهلا. هذا بناء الإدارة. شو نزار بيك؟ شو هالصدفة الحلوة؟ معقول اتنيناتنا منجي مرة واحدة بالسنة على الشركة وبهاليوم صدفة جيتنا أنا وياك بنفس اللحظة؟ عن جد شي حلو. مرحبا. الكل عم بيدوروا عليك. لا مزبوط مزبوط، مجد هلا بيكون عم يخبط راسه بالحيط وعم ياكل حاله من عصبيته. بتعرف بس انا وسيلين اليوم عملنا جوله باسطنبول ما في مثلها. بكفي اكثر من هيك ما تقول له. لا تاكلي هم انا كتوم، بس الحيطان الى اذان، وقد ما حاولتي تخبي الشغله مستحيل تقدري. عم تقول الحيطان بيسمعه وما فهمت ابدا، شو اللي بيقصده؟ ببقى بشرح لك الموضوع شي يوم. ليك اجا لك مجد، قوم اجا ابوك. اهلين، شو اخبار الصفقة؟ اهلا وسهلا عزيز. سيلين خانم. مرحبا. طمني، وقعتوا الاتفاقية اليوم؟ بابا شو انت عم تمزح؟ اه؟ ما توقعت الاتفاقية ابدا. ليش؟ قال والله بلاك ما بيوقعوا بنوب على اي شيء. ما قدرت انه لاقيك بنوب اليوم، مع اني جربت. وين كنت بابا؟ شغل بمليون دولار راح علينا، شو كان عندك اهم منه؟
نزار، أنا صار عندي شيء مهم. خذ سيلين خان وفرجيه على المبنى. تفضل. بتحب تشرب شيء حضرتك لحتى اجيب لك؟ ما بدي. مجد بيك، شو رأيك نروح مكتبك؟ إيه حاضر بابا. تشرب الشي؟ لا. شو هالصورة؟ خيكي تعتبريها انه رسالة للي جاي لعنا. انت الغزال ونحن الاسد، وبعد كم يوم رح يفترسوكي وقطعوك الشقف. وحياتك ما بيقدروا لي. انت بتعرفي عزيز هلا شو عم بيعمل جوا؟ بيكون عم بيطبق على ابنه هالقانون، ومجد هلا بيكون صار شقف. اصحكتي شوي على حالة مجد، لأنه بأول فرصة بيعمل نفس الشيء بأبوه. سيلين اسمعي مني وروحي على فرنسا بسرعة. قضي هون كم يوم تسلايا، بس أرجوك سيلين ارجعي بسرعة. خلص، أنا ما بسمح لك كل شوي تفهمني شو ساوي. بترجاكي فهميني، أنت الوحيدة اللي ممكن تطلعي من هون خسرانة. وأنا مالي ناوية أفهمك. كيف بدك تفهمني بهالحالة إذا مالي ناوية أفهم؟ إذا حاول حدا يأذيكي شو بدي أعمل سيلين؟ ما فيني اتحمل ابنهم. سيلين، سامحيني لانه نطرتك حبيبتي. ولا يهمك. نزار؟ نعم. ما ضيفت شي لسيلين خانو؟ معقول؟ نزار بيك ما قصر، عمل كل شي بيقدر عليه ليخليني مرتاحة، بس انا ما شربت. طيب معناها شوفوا شو رح نساوي. عازمكن عن نادي المسا كلكن، كل الأمور جاهزة هنيك، رح نشرب ونرقص وممنوع أي حدا فيكن يعترض بنوب. وأنا المفروض أعتبر إنه هذا أمر؟ والاعتراض ممنوع على أوامرك؟ موافقة على العزيمة. وهو المطلوب، هلأ جودة بوصلك على الأوتيل والمسا بيجيبك لهون. طيب. يلا. معناتها أنا بدي أروح. المسا بشوفي. شوفكن المسا. جهاد، شوف هالجماعة اللي موافقوا على الاتفاقية، جيب لي إياهم يصاروا بالنادي. أمرك عزيز بك. بدي احاول شوف شو مشكلتهم. اسمع، اللي خايف منه انه انت ما تجي على السهره اليوم. لك ليش انت كل ما بتكون معي انا بنزعج وما برتاح؟ اذا بتحب فالجواب عندي. وهذا اللي متوقعه. هات لشوف. ايه، لانه انا بالحقيقه ماني سهرك بنوب ولا هداك الطفل اليتيم اللي تبنيته، بس أنا وجدانك وضميرك. وش اللي بتقصده؟ ولو؟ أنا موجود قبل مرتك وقبل ما تجيب أولادك، كمان كنت معك، وحتى قبل ما تكون غني كمان كنت معك.
أنا موجود بكل الأمور عمي عزيز. وبدون ما تطالع ولا صوت وبدون ما تطلب مني شيء، وإذا كان بدك مني شيء ولا ما بدك، أنا ما كنت خجلك بنوب على أي شيء. أنت ربيتني مظبوط، بس كمان بطفولتي واللي عشته معك ربيت عزيز بيك جواتي. هذا الكلام والألغاز بعشقون أنا. عزيز ألكان جواته. ولهيك ما في لزوم تسأل بنوم إذا بدي إجي اليوم، اليوم المساء ما بيتفوت. إيه لكان ما تتأخر.